30 عاما هي عمر مهنة الحاج عبد الله الوادعي وزوجته. يعمل الستيني عبد الله الوادعي في جمع مقتنيات التحف الفنية والأعمال الحرفية للعديد من محافظات اليمن، لتجتمع في محله المتواضع حرف ومهن مختلف المحافظات اليمنية. لدى 30 سنة من عام 90، جيت بعام 90 في بدء محلي بسيط، فكنت أجيب حاجات بسيطة من تهامة، فوجدت أنها بتمشي. فلما وجدت أنها تمشي قمت دخلت في الموضوع، وكنت أسافر أنا لتهامة وأسافر لريلة وصعدة أجيب الأشياء هذه من هناك، لأن هذه توجد في المناطق هذه وفي رداع وفي ذمار تتواجد الأشياء الفخارية الأشياء الثانية كانت تتواجد في كل منطقة لها حاجة معينة. واستمرنا في العمل، وكان هناك أجانب كانوا يجوا يشتروا منا الأشياء هذه. الأجانب طبعا ما عاد فيش أحد، لكن اليمنيين مقبلين على هذه دائما بيأخذوها. الآن هم اليمنيين. أعوام طويلة هو عمر هذا المحل الجميل بالعاصمة صنعاء، إذ كان يروي حكايته للسواح منذ التسعينات، وكانوا يتهافتون إليه لينتظروا جديد محل العم عبد الله. لكن وبعد الحرب تلاشت السياحة وتلاشى معها كل جميل. أول ما فتحته ما كانش بالشكل هذا، لكن مع تشجيع الخلق وتشجيع الآخرين بدأت أنمي بطريقة إن أنا أجيب الأشياء التي يحتاجها السوق. يفخر العم عبد الله بزوجته الداعمة له طوال 20 عاما بما تستطيع لتنوبه في حال غيابه أو مرضه، وتصنع أنموذجا للمرأة اليمنية المكافحة. زوجتي الله يستر عليها بتساعدني، تخرج لي البضاعة بالصباح وتروح تقضي عملها في بيتها، وبعدين تجي بالضرينة تبين شوية أصير أصلي وأرجع بعد الصلاة، والحمد لله متشايرين. اجي اساعده بعد ما هو يعني بالصباح وبالظهر وقت الظهر، واحنا اسره الحمد لله متفاهمين. لا الحمد لا الحمد لله، في يعني في بعد رمضان يجي على اقبال وبعض اليوم يعني ممشين الحمد لله. ايوه ما تاخذنا الا الاجاره بس. احنا نتمنى ان احنا نطور المحل، بس الامكانيات حقنا ما تسمح لنا، بحيث ان احنا دخلنا محدود، يعني الصرفيه والمدارس واشياء. علشان كذا احنا نتمنى ان شاء الله ان احنا نطور ونتحسن باحسن. في حد المدينه يقطن هذين المميزين، رجل وزوجته واوان وفنيات عتيقه وحكايه من التفاني والحب والامنيات من عبق التسعينات، صامدة تروي حكاية الأمل ومحاولة العيش رغم المحن.